مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منورينا في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي، الاهلي والوداد المغربي. قلبي عمال يدق، ربنا يستر ان شاء الله ان شاء الله. عارف كل الناس وكل المشجعين الاهلاويه تحديدا وكل الجماهير المصريه المفروض ان هم ورا النادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا جدا جدا. قلنا لسه يعني سلمتين ونعتلي العرس الافريقي ان شاء الله، نعتلي افريقيا باذن الله. الاهلي معودنا دايما على كده، غابت شويه بس ان شاء الله خلاص قربت قوي يا رجاله. رجاله النادي الاهلي ان شاء الله قدها وقدوده، دايما عند حسن ظن الجميع. خايفين لكن كلنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا ثقه طبعا في الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي، وطبعا رجالتنا الرجاله الجامده جدا، رجاله النادي الاهلي دايما مشرفينا ودايما على قد المسؤوليه. ان شاء الله ان شاء الله خلاص بكره ان شاء الله الساعه 7 هنحبس انفاسنا تاني 90 دقيقه كامله ان شاء الله، الاهلي يخلصها من بدري، وان شاء الله كلنا ثقه في ربنا زي ما قلت لكم، ودعواتكم ان شاء الله تبقى في صف النادي الاهلي باذن الله. يعني في اخبار اقولها لكم على السريع جدا جدا جدا. يعني اهم الاخبار اللي عندي تحديدا ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر بيوجه الدعوه، وحاجه جميله قوي، حاجه جميله قوي يا جماعه، ان المهندس محمود طاهر بيوجه الدعوه للكابتن الخطيب ولقائمته. حاجه حلوه جدا وحاجه حضاريه جدا، ونتمنى ان شاء الله الانتخابات تسير في هذا النحو. احنا قلنا يا جماعه محدش يفهم الكلام غلط، مش معنى ان انا بحب الكابتن الخطيب يبقى انا عدو المهندس محمود طاهر، مش معنى ان انا بحب المهندس محمود طاهر يبقى انا عدو الكابتن الخطيب. الموضوع مين الاحسن ومين الافضل ومين اللي بيعلي كرسي النادي الاهلي، كلنا وراه بعقلنا وقلبنا وكل حاجه، لكن المنافسه شريفه جدا. بداها من الامس المهندس محمود طاهر بدعوه مجلس كابتن محمود الخطيب، الاسطوره الكبيره محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي وقائمته ان شاء الله اللي هيخوضوا الانتخابات مع المهندس محمود طاهر، وقائمته ان شاء الله تبقى انتخابات تليق بقدر ومسؤوليه النادي الاهلي، وتليق باسم النادي الاهلي الكبير، وتليق بجماهيره الكبيره، وتليق كمان باسم الجمعيه العموميه الكبيره والمحترمه جدا للنادي الاهلي. اختبار صعب جدا للجمعيه العموميه، ان شاء الله ربنا يوفقكم وتختاروا الافضل والاحسن واللي يعلي كرسي النادي الاهلي. كلها اسماء مشرفه، القائمتين مشرفين جدا لاي مكان. ان شاء الله نعمل انتخابات تليق باسم النادي الاهلي، انتخابات في منتهى الحضاره ومنتهى الحضاريه كمان، لان ده النادي الاهلي وده ابنائه، ودي كمان الناس اللي هتترشح للنادي الاهلي، فاكيد كلهم على قدر المسؤوليه. ان شاء الله ان شاء الله صفحه جميله قوي او بدايه جميله قوي بيعملها المهندس محمود طاهر، ان هو بيدعو الكابتن الخطيب وقائمته للحضور ان شاء الله. يعني يا سلام لما تشوف المهندس محمود طاهر والكابتن الخطيب، حاجه جميله جدا تشوفهم الاثنين قاعدين في المقصوره كلهم ورا النادي الاهلي. لازم كلنا ايد واحده مع فرقتنا بكره ان شاء الله لغايه لما ناخد كاس افريقيا، وبعد كده الانتخابات ناخدها ان شاء الله بمنتهى الشرف والامانه. يعني اقول لكم الخبر، وجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر الدعوه لكل المرشحين الذين يشاركون في انتخابات النادي المقبله لحضور مباراه الغد بين الاهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. خصصت اداره النادي اماكن خاصه لكل الساده المرشحين في مقصوره كبار الزوار داخل استاد برج العرب، وذلك للتاكيد على ان الاهلي يفصل تماما بين الانتخابات ووجوب التفاف جميع ابنائه أو جميع أبناء النادي الأهلي حول ناديهم. كلام منطقي وكلام معقول جدا، أملا في الفوز بالبطولة الأفريقية، وهو الهدف المنشود لكل الجماهير الأهلاوية اللي بتسحف ورا فرقتها من النهاردة، بيسافروا النهاردة اسكندرية، بيسافروا بيباتوا في الشارع علشان يشوفوا فرقتهم وهي بتكسب، وهو ده أقصى طموحاتهم. احنا قلنا الجماهير دايما يا جماعة أقصى طموحاتها إن هي تشوف فرقتها بتكسب، ما عندهمش أي أهداف خالص خالص، عشان كده بنقول إن احنا دايما الجماهير دي فوق دماغنا من فوق. إدارة النادي الأهلي قامت بتوفير كمان حافلة خاصة لمن يرغب من السادة المرشحين في الذهاب إلى استاد برج العرب، وتقوم إدارة العلاقات العامة بالنادي حاليا بكافة الترتيبات اللازمة للقيام بذلك. حاجة محترمة جدا وحاجة حضارية جدا. كما وفرت إدارة النادي بطاقات مميزة للشخصيات المهمة، وكذلك تأمين دخولهم إلى الاستاد بما يليق بالأهلي ومرشحيه في الانتخابات المقبلة. قلنا تاني وتالت ورابع، أنا بأيد محمود طاهر مش معنى إن أنا ضد الخطيب، أنا بأيد الخطيب مش معنى إن أنا ضد محمود طاهر، مع الاحتفاظ طبعًا بالألقاب. الاثنين قامات كبيرة جدًا، أسطورة والمهندس محمود طاهر، يعني الاثنين قامات كبيرة جدًا، لازم كلنا نحترمهم ولازم كلنا نكون يعني ورا الاختيار الأحسن. وربنا طبعًا قلنا الاختيار صعب جدًا، إن شاء الله يوفق أعضاء الجمعية العمومية في الاختيار الأنسب والاختيار الأنسب لصالح النادي الأهلي. طيب
احنا خلاص اتكلمنا على هذه اللمسه الحضاريه من مجلس المهندس محمود طاهر، ان شاء الله تدوم لاخر الانتخابات. الحاجه الثانيه في الاخبار لفتت نظري برضو تغريده كتبها حسن الجسمي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاماراتي والذي تغنى بالنادي الاهلي، وقال في حسابه على تويتر: الماضي لك وبكره لك وبعد لك، انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك، هو في افريقيا او في افريقيا اكبر منك؟ يعني اغنيه طبعا الفنانه الكبيره ميادة الحناوي، الناس القديمه اللي حافظاها طبعا. الراجل تغنى بالنادي الاهلي، شعب الامارات دايما بلدنا الثاني واحنا بلدهم الثاني ايضا، برضو شعب الامارات دايما يعني سباق ودايما ساند مصر عموما في اي حاجه، في اي حاجه دايما هو كتفه في كتف البلد، واكيد كمان في الرياضه زي ما هو في السياسه. ويا رب تدوم هذه المحبه وتدوم هذه الاخوه بين هذين البلدين الكبيرين وكل البلدان العربيه. قال تاني، هقول لكم تاني، قال في حسابه على تويتر: الماضي لك وبكره لك وبعد لك، انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك، هو في افريقيا اكبر منك؟ وفعلا يا استاذ حسن، الحمد لله الحمد لله، الاهلي كبير جدا جدا في افريقيا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل جماهيره العريقه اللي بتروح له في اي مكان. عايز اقول لكم ان على التيكت يعني ضرب نار، واعذرونا واعذروا الناس المسؤوله عن التيكت يا جماعه 50,000، واحنا يعني ما شاء الله 60 مليون، 50,000 قليل قوي، وقلنا وطالبنا من الامن يا جماعه لو سمحتوا وفروا اكتر من 50,000، لكن خلاص اللي حصل حصل، ان شاء الله 50,000 او 1000 بمقام يعني مليون من جماهير النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا السريعه جدا. عايز اقول لكم النهارده المباريات اللي خلصت النهارده: الداخليه والاتحاد السكندري 2-2 تعادل ايجابي، كمان الاسماعيلي يعني بيرجع وبيقدم لنا الكره الجميله، كره الدراويش الجميله، يا رب يرجع كمان والزمالك يرجع. الاسماعيلي بيفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، ام بي بقياده مديره الفني الجامد جدا ايهاب جلال بيفوز على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء. قلت لكم من اول ما ايهاب جلال اتولى المسؤوليه، خلي بالكم ام بي جديد، ام بي يعني الحمد لله الفرق اللي لعبت ام بي قبل ايهاب جلال يقول الحمد لله ان هم لعبوهم، والفرق اللي هتلعبوا بعد ايهاب جلال ياخدوا بالهم مليون مره. ايهاب جلال مختلف جدا جدا عن اي مدير فني، مع احترامي طبعا والكابتن حسام البدري طبعا، مش عشان انا في الاهلي، لا، بارقامه بانجازاته ان شاء الله يكملها بال يعني افريقيا. كابتن حسام مطلب جماهيري انا عارف، الله يكون في عونك طبعا، الظروف الاسريه بتاعتك كلنا دعينا لك، كلنا دعينا لبنتك ان شاء الله تقوم بالسلامه وترجع احسن من الاول. افريقيا كابتن حسام كل الجماهير بتستناها، افريقيا رجاله الاهلي كل الجماهير بتستناها، خليكم فاكرين وراكم 70 او اكتر مليون واحد مستنيين افريقيا يا اهلي، مستنيين كمان كاس العالم للانديه. الاهلي دايما يعني عودنا ان هو يكون عامل اساسي فيها ويكون فريق رئيسي فيها.